مشاهدينا في كل مكان داخل وخارج جمهورية مصر العربية، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجنا طبيب أونلاين. في البداية بمناسبة عيد الأم أنا بحيي كل أم مصرية تعبت وربت وكبرت، وكل أم في الوطن العربي كل سنة وإنتي طيبة. احنا طبعا موضوع حلقتنا النهاردة، احنا بناء على رغباتكم احنا بنستكمل أورام الكبد. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا، عرفنا ايه هي أورام الكبد، عرفنا أعراضها، العلامات اللي بتوضح أورام الكبد والأسباب بتاعتها، واحنا النهاردة هنتعمق شوية في العملية أكتر مع ضيفي اللي منورنا استوديو الصحة والجمال دكتور أشرف الخولي، استشاري الجراحة والكبد والبنكرياس والمرارة بالمعهد القومي للكبد بالقاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا منى. أهلا وسهلا بك. منورنا يا دكتور أشرف. أهلا وسهلا بك. دكتور أشرف، أورام الكبد بناء على رغبة طبعا السادة المشاهدين، حبوا إن احنا نستكمل موضوعنا يعني لندورة التخصص شوية. يعني حضرتك طبعا عارف ان التخصص في جمهورية مصر العربية مش كتير، تخصص نادر من نوعه، فاحنا كنا عايزين نكمل النهاردة نتعمق في العملية اكتر يا دكتور، ونعرف اورام الكبد يعني بتيجي على هيئة ايه، يعني بتشتمل على ايه يا دكتور؟ اتفضل. اورام الكبد نوعين، نوع حميد ونوع خبيث. وقلنا قبل كده النوع الخبيث نوعين برضو، نوع أولي يعني طالع من الكبد من البداية من الأول، ونوع ثانوي يعني مبعوث من عضو آخر في الجسم. أشهرهم طبعا الجهاز الهضمي، لكن ما يمنعش الثدي ممكن يبعث، الغدة الدرقية، أي جهاز في الجسم، والغدة الكظرية اللي هي بيسموها جار كلوية، أشهرهم الجهاز الهضمي. فكده نوعين، حميد وخبيث، والخبيث نوعين، أولي و ثانوي. ثانوي يعني مبعوث من حتة تانية. تمام. أمثلة للحميد أشهرهم، ودي كتير جدا جدا يعني منتشرة في الناس، بس غالبا ما بتعملش أعراض، اللي هي الوحمة. الوحمة بيبقى عبارة عن كتلة دموية بتطلع في الكبد، العيان ما بيشتكيش من أي حاجة، وتفضل فترة طويلة جدا فيه من غير ما يشتكي، ممكن يعيش بيها ويموت بيها من غير ما يحس بأي حاجة أو أي أعراض. دي في حاجات تانية، أورام حميدة تانية، زي مثلا حاجة اسمها أدينوما، حاجة اسمها فوليكول نودولار هايبربليزيا، لكن أشهرهم الوحمة. بالنسبة للتشخيص، لما نيجي نتكلم عن التشخيص يا دكتور، يعني التشخيص بيعتمد على إيه؟ يعني بيعتمد على التاريخ المرضي مثلا للمريض، ولا بيعتمد على الفحص الإكلينيكي، ولا مثلا ممكن في أورام الطبيب يكتشفها بالصدفة؟ في كتير اورام بتكتشف بالصدفه، او التاريخ المرضي بيؤشر، هو والفحص الاكلينيكي بيؤشر ويقول ان في مشكله في الكبد، لكن ما يشخص، ما يجزمش. اللي يجزم بقيه التحاليل والفحوصات، اشهرهم طبعا دلالات الاورام والاشعه التلفزيونيه. كتير قوي من الناس بتيجي تعمل اشعه تلفزيونيه تكتشف الورم، وبالذات الناس اللي عندها فيروس سي. في التشيك اب الدوري، احنا انت عارفين طبعا مرضى فيروس سي بيبقى ليهم تشيك اب دوري كل 4 شهور، كل 3 شهور، فبيجي في مره من المرات يكون، وده احسن حظا من الناس اللي هي بتسيب نفسها، المريض الفيروس اللي بيسيب نفسه فتره طويله وما يعملش تشيك اب، بيسيب الورم بيكبر لغايه بقى بحجمه كبير، يبقى الدكتور قدرته على الحركه فيه قليله، عكس اللي بيعمل كشف دوري كل 3 شهور بدلالات الاورام والاشعه التلفزيونيه. ده بنكتشفه بدري ونقدر نتعامل معاه بدري، وبقى الخيارات قدامنا مفتوحه. طب ده كويس برضه، عشان احنا جايلنا سؤال دلوقتي من مدام نهال بتقول لنا اعرف ازاي اعراض اورام الكبد. احنا اتكلمنا قبل كده عن اعراض وعلامات اورام الكبد، بس دكتور اشرف هيقولها تاني. اتفضل. اعراض اورام الكبد ما هياش، بس استاذن فضل حضرتك فضل. قبل ما نجاوب على مدام نهال ناخد اشرف معانا من القاهره. ماشي. استاذ مدحت اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. منور الشاشه يا فندم، ودكتور طبعا منور الشاشه. اشكرك، اتفضل. كان عندي سؤال بس للدكتور لو سمحت. اتفضل. سؤال حضرتك يا فندم. والدي يا دكتور عنده بس دهون على الكبد كده، يعني عايز اعرف بس ايه يعني ايه علاجها، او ازاي اتخلص منها، او يبعد عن ايه بالظبط؟ يعني هو عنده ورم، عنده الدهون على الكبد. هو وزنه يا دكتور يعني وزنه حوالي 95 كيلو، مش عارف بقى النتيجه بقى وزنه زياده في الوزن ولا ايه. طوله قد ايه؟ حوالي 175 كيلو، 170. يعني ما هوش تخين قوي يعني. لا مش ملان قوي يعني، 95 كيلو او 98 كيلو. ومش شرط يعني، ناس كتير جسمها مش تخين وبقى عندها دهون على الكبد. اصل الدكتور
قال له انت وزنك زياد. انا مش شايف ان هو وزنه زياد لدرجه ان هو لا لا مش للدرجه دي. ممكن ليها علاقه بقله الحركه، يعني لو واحد حركته قليله برضه هيترسب الدهون في الكبد. ده علاجه انه طبعا غذاء نظام غذائي معين، يقل من الدهون شويه، يتحرك كتير، وفي بعض الادويه اي دكتور بتاع بطنه زي ادويه تخلص الدهون من الكبد زي لابترون ولا الحاجات دي ممكن ياخدها قرص 3 مرات في اليوم او كبسوله 3 مرات في اليوم ويتحرك. معلش لو سمحت. اتفضل. اسمها ايه لو سمحت؟ لايبترون. لايبترون تمام. ماشي. ايوه. تمام. بس مشكلة بسيطة مش معضلة يعني. السؤال الأخير يا دكتور لو سمحت، يعني بس عن أكلات إيه معينة عشان ما تقولش حاجة. الحاجات اللي فيها دهون، الحاجات اللي فيها دهون كالآتي: المكسرات. طب بشكرك أستاذ مدحت، الدكتور هيجاوب على حضرتك. المكسرات، صفار البيض، الدهون كلها، الزيوت كلها، اللحم الضاني، المسبك، الألبان، الجبن. الجبن قلنا فيها 40% دهون، لكن الجبنة القريش ما فيهاش دهون. كل الحاجات دي يقلل منها شوية، طالما أنا مش مريض كبد ما عندوش تلايف ولا حاجة، يعني الدهون يقلل من الدهون شوية، ماشي، يمتنع عنها خالص. إيه تمام. أستأذنك دكتور أشرف، معنا محمد من الشرقية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا يا دكتور عندي عملت إشاعة تلفزيونية فطلعت عندي تليف في الكبد. تمام. وجيت عملت تحاليل، فالتحاليل طلعت ما فيش أي حاجة خالص في الكبد. فأنا يعني عايزك بس التحاليل عملت لوجه الله يعني في القضية في القصة ديت يعني. يعني ما فيش فيروسات قصدك؟ وظائف كبد. عندك كم سنة؟ عندي 40 سنة وعملت وظائف كبد. 40 سنه. والوظائف كويسه ولا في لخبطه في الوظائف؟ لا، وظائف الكبد جاله سليمه، يعني الدكتور البطنه قال لي سليمه ما فيهاش اي مشاكل خالص. تمام. سؤالك ايه؟ بس انا بحس يا دكتور بتعب في بطني على طول باستمرار. في ستيس في بطنك برضه بيعلى على طول باستمرار ضغطك؟ لا، الضغط ملوش علاقه بالقصه. طيب انت كل اللي قلته الاشعه التلفزيونيه بتاعتك مبينه تليف، مظبوط؟ لا، هو بيقول هيك عمل التحاليل ما لقاش فيه. أيوه. وتضخم في الطحال. وتضخم في الطحال، ماشي. وعملت الفيروسات لقيتها سلبيه، مش موجوده لا فيروس سي ولا فيروس بي. لا، مفيش فيروسات. لا طيب انت كده محتاج تكمل الفحوصات بتاعتك عشان نعرف سبب التليف. السبب الاول في مصر هنا فيروس سي وفيروس بي. انت كده بتقول ما عندكش تليف، ما عندكش فيروسات، فلازم نعرف السبب. ده فيه قد يكون في مرض. انت اشتكيت من الشكوى دي من امتى؟ من امتى قد ايه؟ سنه اتنين اكتر؟ طبعا من زمان عشان في تليف. والله يا فندم انا على طول من زمان يعني. من امتى؟ من صغرك؟ لا، من زمان يعني والله، لان انا عملت عده عمليات بالنسبه للكلى كتيره خالص. ملهاش علاقه. بالنسبه للحصوات وكده يعني. ملهاش علاقه بالبتاع. كده لازم تعمل مجموعه فحوصات عشان نستبعد اي سبب للتليف. ما كانش عندك بالهرسيا زمان؟ نعم. ما عملتش تحليل بالهرسيا؟ في يا فن بالهرسيا. طيب ممكن ده يكون سبب. هو قال لي قوي عن الاول كتير، لكن ممكن ده موجوده بالهرسيا يا دكتور، موجوده بس قديمه. طيب ماشي، ده هو ده السبب بتاع التليف. لازم كده دكتور بتاع بطنه يكتب لك علاجات التليف ويشوف فيه ميه ولا لا ويتعامل معاها. بس في جميع الاحوال ماشي. برضو لازم تراجع الطبيب حواليك عشان نشوف التلاف ده وصل درجته لغايه فين، وانت في انهي درجه من درجات A ولا B ولا C، ومحتاج حاجه تانية ولا لا. بشكرك استاذ محمد على اتصالك. معانا استاذ عادل من اسيوط. الو. الو لو سمحت. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. بالنسبه ل انا حاسس بالم في ركبتي الشمال يعني ليومين ثلاثه. ركبتك؟ طب هو ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون عشان مش سامع حضرتك. بتحس بألم فين؟ كده الصوت كويس؟ بتحس بألم فين؟ اتفضل يا فندم. انا حاسس بألم في جنبي الشمال ليه يومين ثلاثة. فين؟ ما سمعتش. ممكن حضرتك تطلع في مكان فيه شبكة وتعود الاتصال بينا تاني؟ كده الصوت. بشكرك استاذ عادل من اسيوط. ناخد حسين من الجيزة. الو. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. دكتور اشرف الخولي مع حضرتك. حضرتك الدكتور اشرف على الكسل الكبد.
اعرف منين يا فندم حضرتك ان حد كده تبعي يعني ده عنده كسل ده في الكبد ولا عشان كسل في كسل في الكبد؟ العيان نفسه تعبان وكسلان، عايز تعرف اذا كان ده مصدر كسل ده بتاعه الكبد ولا لا؟ اه فندم. تمام، بتعمل اولا تعمل تحاليل تشوف الفيروسات دي في فيروس سي ولا بي لا، تعمل اشعه تلفزيونيه، تعمل تحليل بانزيمات الكبد ووظائف الكبد بتاعتك تشوفها من خلال التحاليل المعمليه. لو الوظائف سليمه ومفيش الاشعه التلفزيونيه قالت ان انت سليمه، يبقى قد يكون الكسل ده من سبب تاني، قد يكون عندك انيميا مثلا، يعني سبب تاني غير الكبد. بشكرك استاذ حسين. معنا محمد من الجيزه. الو، تحياتي ليك استاذه منى وتحياتي للدكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم، اتفضل سؤال حضرتك يا استاذ محمد. فندم انا بسال على الغذاء الصحي، الغذاء الصحي اللازم المتوازن لتحاشي الامراض دي كلها، يعني ايه الغذاء اللي ممكن الدكتور اشرف ده سؤال عام يعني جميل. سؤال حضرتك يعني الغذاء الصحي اللي يحميني من اورام الكبد بالظبط كده. ماشي، بشكرك استاذ محمد من الجيزه. دكتور اشرف هيجاوب على حضرتك. التغذيه الاكل يعني يلامس الكبد في موضوع الاورام في نقطه واحده، ما يكونش في حبوب فيها بعض الفطريات اسمها الفا توكسين، لكن بره التغذيه بقى الاسباب الاورام ليها اسباب تانية غير التغذيه. زي ايه؟ زي مثلا الكحوليات، زي فيروس سي، زي حضرتك حليف. قبل في الحلقه السابقه يا دكتور قلت لنا يعني الكحوليات بتكون سبب رئيسي في اورام في مصر، مش رئيسي، في اوروبا رئيسي، ومن ضمن الاسباب برضو. من ضمن الاسباب طبعا الدهون، كثره الدهون تعمل اورام. وبمناسبه التغذيه برضو حضرتك برضو قلت لنا يعني في بعض الحبوب والليمون وخلي التفاح، حضرتك قلت لنا كل ده يحميني من اورام الكبد. ده بصفه عامه هو بيسال على الحاجات اللي تجيب اورام الكبد، الحاجات اللي تجنبها مفيش حاجه غير الكحوليات والحبوب اللي بتعمل بتتخزن غلط، زي الترمس، زي الفول السوداني، زي القمح، الحاجات او الذره، الحاجات دي ما بتخزن، بيتربى عليها فطر اسمه افلاتوكسين. افلاتوكسين ده بيعمل دي الحاجه اللي تتجنبها، لكن الحاجات اللي تساعدني وتقاوم البتاع ده اللي قلناها قبل كده، البروكلي والليمون وقلنا ايه تاني؟ وقلنا خلي التفاح، وخلي التفاح وعصير وعصير الليمون على الريق كمان. هو السؤال بقى ايه اللي يجيب اورام بس، مش اللي يعمل وقايه. يعني يتجنب الكحوليات والحبوب المخزنه غلط. بس تمام. معانا استاذ حمدي من هنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. الله يبارك لك. انا عندي يا دكتور اف واحد يعني اف واحد. انت لسه عملت بتاع ده؟ عملت اشعه طلعت اف واحد. ماشي، وبعدين انت دكتور اداني مشيت على العلاج 5 شهور، وبعد كده قال لي خلاص ما تاخدش حاجه ثاني، ابعد عن الدون، مفيش مشاكل عادي يعني. فمش عارف يا دكتور اعمل ايه. انا طنشت بقى لي سنه ونص النهارده، مش بعمل اشعه ولا اي حاجه، ما طنش. عندك سنه ونص؟ طيب انت ما قلتليش عندك فيروس ولا لا؟ عندي فيروس دي بس خامل يعني. فيروس دي بس خامل. وعملت اشعه تلفزيونيه لقيت فيه تليف، مش كده؟ اف واحد. اف واحد. تمام. تمام. طب اف واحد ده بس انا عايز اقول حاجه، كل الاسئله دي لغايه دلوقتي مش جراحه، كل الاسئله دي كلها جهاز هضمي وكبد بطنه يعني. على كل حال منع من الدهون، يعني انت في مرحله بدائيه جدا، درجة التليف بتاعتك ما تخليكش تمتنع عن حاجة وتعيش حياتك طبيعي، يعني اف واحد ده مش درجة متقدمة، مش مرض يعني، نقدر نقول يعني مش مرض، التليف بتاعه في البداية خالص. مش ده اللي بنمنعه من البتاع. هو طبعا في تقييم تاني بنشوفه، هو تبع التقسيمة بتاع حاجة اسمها تشايلد كلاسيفيكيشن، بنشوف هو في A ولا B ولا C. فلو هو في مرحلة A ما بنمنعوش من أي حاجة خالص، فبنشوف المرحلة دي بنشوف فيها الالبومين قد ايه والبيلروبين قد ايه، وهل جات له غيبوبه ولا لا قبل كده، وحاجات زي كده، وستيس او لا، وحاجات زي كده. فلو هو في المرحله ايه، وده اللي يقولها له الدكتور عنده، ما يمتنعش عن اي حاجه، ياكل اي حاجه ويمارس طبيعته عادي جدا، حياته طبيعيه جدا، لان لسه في البدايه يعني ما يعتبرش. احنا بنعمل حجر على التغذيه والحاجات دي في مراحل متاخره من التليف.
الناس طيب. اللي عندها ستريس او دوائر. احنا معانا فيديو، بس قبل الفيديو عشان مدام نهال قايله لنا سؤالها من بدري، عايزين نفكر برضو الساده المشاهدين يا دكتور بالاعراض، يعني ازاي اعرف ان الشخص ده عنده اورام كبد مثلا؟ طبعًا. يعني هي تقدر تكتشفها ازاي؟ طيب نجاوب ولا نشوف الفيديو؟ لا نجاوب وبعد طيب. كده نشوف هو الفيديو. اعراض الاورام ما هياش متخصصه للورم، يعني ايه؟ ما فيش مرض ما فيش عرض يشتكي لي منه مريض يقول ده عنده ورم. لا الفحص الاكلينيكي ولا التاريخ المرضي بتاع العيان يجزم بالتشخيص، اللي يجزم التحاليل والفحوصات. طب ايه بصفه عامه مبدئيا اللي يخليني اروح للدكتور عشان يكتب لي التحاليل والفحوصات؟ ايه اللي يلفت نظر المريض؟ غالبا المريض ده غالبا بيبقى مريض وعنده فيروس سي وبي. اغلب الاورام في مصر بتيجي نتيجه فيروس سي وبي او تليف لاي سبب كان تاني بقى، يعني تليف ده ممكن يسببه برضه فيروس سي وبي او حاجات تانيه. تمام، المريض اللي عنده سي او بي او عنده تليف وابتدى يشتكي من الم، زاد الالم عن الاول والاصفرار بقى فيه اصفرار وبقى مهم قوي، وزنه بيخس بسرعه. لو وزنه ابتدى يخس بسرعه ده جرس انذار بسرعه انه يتوجه للطبيب، لان ممكن دي تبقى جرس انذار لورم. اللي هو بيخس بدون بسرعة. سبب هو الفيروس ما بيخلوش يخس بسرعه، يعني حاجات بسيطة، كل ما يخس مرة واحدة بسرعة يبقى كده في مشكلة حصلت، يبقى التليف ابتدى يقلم بورم. ده يعني مش 100 100، لكن غالبا بيبقى كده. يعني لازم نعمل تشيك يا جماعة، لأن الصفرة تزيد. يروح بقى للدكتور، الدكتور يبتدي يعمل له الفحوصات اللي قلنا عليها، الأشعة التلفزيونية ودلالات الأورام اللي هي ألفا فيتوبروتين. طيب هنشوف الفيديو، وبعد الفيديو ان شاء الله يا دكتور عايزين نعرف دور الاشعه المقطعيه لاكتشاف اورام الكبد. ماشي اوكي. ده فيديو بيورينا الحاجه الناس بتسمع عنها كتير اسمها تردد حراري. التردد الحراري دي الاشعه المقطعيه. الدكتور بتاع الاشعه بيستخدم الاشعه دي، انا شفت هنا ورم اهو صغير، دي الاشعه تلفزيونية وده الورم اهو. الدكتور بيخش الاشعه التلفزيونيه قدامه وبيشوف الكبد وبيشوف بيحدد مساره يخش منين، والاورده قدامه باينه. ابتدى يخش بالابره. تمام، كل ده تحت اشراف الاشعه التلفزيونيه هي اللي بتوريه، ودي الابره اللي عليها السهم الاصفر، دي الابره جوه الورم، الابره كده جوه الورم. تمام، ادي الابره اهي، ولما بنيجي نخش جوه بقى في الجسم حوالين الورم بتبقى تفرش بالطريقه دي زي المظله زي الشمسيه. دي الابره بتاعت التردد الحراري. تمام، وكده جوه فرشه زي ما شفناها بره. بيبتدي بقى هيوصله على الجهاز بتاع الحرق ويحرق الورم بسنتي حواليه احتياطي، بسنتي من الانسجه السليمه بتاع الكبد. ده الجهاز ده مولد الكهرباء، تردد الكهرباء. بتحول جوه الجسم الكهرباء دي لحراره، بتحرق الورم بواحد سنتي بالانسجه بتاع الكبد السليمه. ده بعد الورم ما تم حرقه كده، الورم تم حرقه اللي عليه السهمين دول، شوف بقى حواليه فاضي، وده مكان الابره الاصفر اللي فوق ده. طيب يا دكتور احنا دور الأشعة المقطعية هنا ايه دكتور؟ يعني في الأورام، في اكتشاف الورم، في اكتشاف طيب. أورام الكبد. الأشعة المقطعية بنعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد. يعني ايه؟ بنصور الجسم على ثلاث مراحل، وهي الصبغة في الشريان، والصبغة في الوريد البابي، والصبغة في الأوردة العادية اللي بتطلع الدم من الكبد. في كل مرحلة من دول ليها خصائص، الورم في المرحلة الأولانية بيبقى ليه خصائص معينة، بينور إذا كان عندنا فيديو بينور جامد، وفي المرحلة الأخرانية بيفضي خالص. لو لقينا الخصائص دي موجودة في الأشعة المقطعية بنجزم إن ده ورم، بيعفينا من إن إحنا ناخد عينة، يبقى في يعفينا. حاليا ما فيش اللجوء لأخذ العينات من الكبد حاليا قلت قوي غير بقية الأعضاء الجسم عشان أخش وأشيل لازم يبقى في إيديا وثيقة بتقول إن العينة قالت إن ده ورم. في الكبد لا، الكبد مجرد الاشعه دي ما توريني الخصائص اللي انا قلت عليها دي نجزم ان ده ورم ونخش نشيله. دي نمره واحد. نمره اتنين بتوريني علاقه الورم ده بالشرايين والانسجه اللي حوالين الورم، عشان الدكتور وهو داخل بشوف
علاقته ايه؟ ابعد عن الحته دي عشان مع ورش الشريان الفلاني، ابعد عن المنطقه دي عشان في قناه مريه رئيسيه معديه من هنا، وهكذا. بيوريني حاجه الثالثه، بقيت اعضاء البطن من جوه لو فيها الورم انتشر يبقى العين ما مفتحوش من الاول، يبقى ده ليه علاج تاني غير الجراحه. فطبعا قيمه الاشعه المقطعيه هائله في دورها في الاورام الكبد. تمام يا دكتور، احنا برضو عايزين نعرف التدخل كله جراحي ولا بيبقى في خيارات اخرى؟ بس ناخد استاذ سيد من الزقازيق. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور اشرف، في الله. والله الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. دكتور، انا اللي كنت لسه مكلمك دلوقتي بالنسبه للاشعه التلفزيونيه اللي طلعت في تليف في الكبد، والتحاليل طلعت ما فيش الأشعة دي واحدة بس. الأشعة بتقول في تليف؟ في تليف، وتضخم في الطحال، والتحاليل ما طلعتش في تليف في الكبد. التحاليل ما تقولش في تليف ولا لا؟ التحاليل تقول في فيروس ولا لا؟ تقول في ورم ولا لا؟ ما فيش فيروس، ما فيش فيروس، بس في بلهارسيا قديمة. بلهارسيا، طيب ما هو ده السبب برضه. على فكره الموضوع بالهرسه في الحلقه دي انا شفتها اتنين في الحياه العمليه، البلهرسه قلت جدا يا جماعه، يعني ما بنشوفش. وجسمي يا دكتور اشرف بجل على طول. ها دول ايه؟ جسم يعني جسمي في النازل على طول داخل. لا يبقى كده لسه قايلين دلوقتي جسمك في النازل، يبقى لازم بسرعه تطلع على اقرب دكتور بتاع كبد عندك ويعمل لك اشعه تلفزيونيه تاني ويعمل لك دلالات اورام، او هيلجا بعد الاشعه التلفزيونيه قد يحتاج اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد اللي لسه قايلين عليها عشان نشوف السبب ايه. التليف سببه واضح عندك بالهرسيوم، لكن سبب نزول جسمك مره واحده ده يلفت نظرنا لسه قايلين من شويه، اللي هي جسم لا نزل يا دكتور، نزل يا دكتور اشرف. نزل كام كيلو في قد ايه؟ لا ده انا كنت حوالي 75، نزل 15 كيلو. يعني بقيت 60 في قد ايه؟ في خلال قد ايه؟ ايه؟ في خلال قد ايه؟ في خلال كام شهر؟ لا في خلال شهر ونص. لا ده انت تطلع تاخد بعضك دلوقتي بعد بكره الصبح ان شاء الله، تطلع على اقرب دكتور بتاع جهاز هضمي وكبد جنبك يعمل لك دلالات الاورام، هيعمل لك حاجه اسمها اف بي وبقيه الدلالات، ويعمل لك اشعه تلفزيونيه، واحتمال يلجا لاشعه مقطعيه لو لقى الاشعه التلفزيونيه بتشاور على حاجه، وتطمن على نفسك ان شاء الله وربنا يطمننا عليك. يعني بشكرك يا فندم لاتصالك معانا. بسمه من سوهاج. الو الو، استاذه بسمه. الو الو، اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. سؤال حضرتك يا فندم، سؤال حضرتك. ممكن توطي التلفزيون؟ عندي والدتي عندها 65 سنه. استاذنك بس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. وهي موطي الصوت على الاخر والله. طب اتفضلي. اتفضلي. والدتي عندها 65 سنه. ايوه. وهي ايوه معاكي معاكي. 65 سنه، اتفضلي يا فندم. بس وهي بعد كده يعني تعبت من فتره، فاكتشفنا في الحمله ان هي عندها الفيروس. تمام، فيروس سي. ها؟ بس بعد كده يعني عرضناها على يعني عرضتها على دكتور كبد وكده. ايوه. فاتضح ان هي عندها تليف. تليف طبيعي. عملنا التحاليل وعملنا اشاعات وكده، فقال نسبه التليف يعني هو بصراحه الدكتور ما اكدليش كامل يعني كانت عاليه ولا ايه. تمام. فاخدنا العلاج لمده شهور، من حوالي 8 شهور كده بتتعالج منيها. ايوه. بس وحاسه ان هي ما فيش تحسن. سؤالي هو ممكن التليف يؤدي الورم بعد كده ولا لا؟ طبعا. واعرف ازاي؟ طيب ان شاء الله ما يكونش فيها يكونش فيها ورم، بس وبصفه عامه سؤالك على العام كده، طبعا احنا لسه قايلين اهم سبب في مصر فيروس سي، انت ما قلتليش هو عندها فيروس سي ولا بي، بس الغالبيه في مصر سي، فلو سواء سي او بي كمان اشرس شرس وبيسبب اورام اكتر من سي، بس مصر هنا اغلب المرضى سي مش بي، يبقى سي منتشر اكتر لكن بي اخطر يسبب اورام اكتر. ماشي، سواء سي او بي
ولو هي ماشيه بنفس يعني ما حسيتش بفقدان وزن، ما حسيتش بان الصفرة بتاعتها ابتدت تزيد، ما حسيتش ان الكسل والخمول ابتدى يزيد وكده، يبقى محتاجه علاج بس. اما نرجع نكرر تاني، لو هي في فقدان في الوزن وفقدان سريع زي ما الاخ اللي قبل كده قال، او دلالات الاورام قالت ان في حاجه، يبقى تاخدي بعضك وتطلعي بسرعه، يعني بلاش عمليه ان ايه اديني 8 شهور وما سالتش وبتاع، لا 8 شهور كتير جدا، فتطلعي على اقرب دكتور عشان يعمل لك دلالات الاورام والاشعه التلفزيونيه وربنا يطمنك. يعني ممكن التليف يؤدي الورم يا دكتور؟ ده اهم سبب في مصر، اهم سبب في مصر الفيروسات والتليف، والتليف لاي سبب كان، فيروسات او غيرها. تمام. معانا ام بسنت. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الدكتور بس سؤال لو سمحت؟ تحت امرك، اتفضلي يا فندم. دكتور اشرف الخولي مع حضرتك، اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه دكتور اشرف، اتفضلي. انا اختي كان عندها كانسر في العين وتم استئصال العين. 75 سنه؟ لا اختي كان 58 سنه. 58 تم استئصال العين، وقال لها كل العين الدكتور قال لها كنت عامله في المعهد الأو في فروض الفرج، يعني في مستشفى فروض الفرج. فقال لها العين ممكن تلفل للكبد وكده، فعملت تحاليل على الكبد برضه، ففي وحمه. دي واحده، ايوه دي واحده، كان في حسنه في الكبد في العين ولا كان في ايه؟ لا كانسر في العين. كانسر، ايوه كانسر، ايوه. سببه ايه؟ حسنه قلبت بسرطان؟ لا 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 ما قالوش السبب ايه بصراحه. لا لازم يقول لك، لازم تعرفي يا ماما. طب ماشي وبعدين؟ هو لا لا هو بص حضرتك، هو الاول عملوا لها قرص مشع في العين، فطبعا ما نفعش معاها، فتم استئصال العين علشان قال لها لازم نسبه الورم عندك في العين لازم العين تتشال كده يعني. ماشي. فالدكتور قال لها ممكن الكبد بعد كده يبقى في حاجه. المهم عملت التحاليل وكل حاجه، ففي وحمه في الكبد، الدكتور الاورام قال لها دي اسمها وحمه، بس في حالتك اهلي احنا هنتابع الحاله دي علشان بردك الحاله دي ما تتشد. تمام. وبردك كان عندها ورم في الثدي، بس ورم حميد وتم استئصاله، حاجات صغيره يعني مش الثدي كله اتشال، حاجه صغيره في منطقه الثدي بس اتشالت. تمام. فانا بس السؤال على الوحمه بتاعه الكبد دي، هل الوحمه دي هتبقى فيما بعد بردك هيبقى في ورم، ولا هي مجرد وحمه؟ معظم الناس عندها وحمه في الكبد دي. طب بص صل على النبي، احنا عايزين نتاكد ان البقره اللي في الكبد دي وحمه مش حاجه ثانيه. لان عندها، لا هو الدكتور عملت كل التحاليل حضرتك، تحاليل وعملت اشعه تلفزيونيه، اشعه مقطعيه والاشعات ورنين وكل، بص على عاملها على مستوى عالي، بس قال لها وحمه الدكتور. طيب. قال لها وحمه. طب كويس. تابعته بعد كده، عملته كذا مره سلسله من الاشعات المقطعيه؟ ما بتتقالش من مره واحده يا ام بسنت، ما تقلش. لا ده بتعمل كل شويه اشعاعات، لكل يعني اول تحليل ليها 6 شهور. طيب الوحمه اللي بيقول عليها دي بتزيد في الحجم ولا ما بتزيدش؟ لا زي ما هي ثابته. والورم اللي فوق تم استئصاله وما رجعش تاني؟ لا الحمد لله. طيب لو هي صدقنا ان هي وحمه وعملنا كل الفحوصات والدكتور قال لك انها وحمه دي ولا حاجه، حجمها كان في كام؟ حجمها كان في كام يا ام بسنت؟ نعم حجمها كان في كام الوحمه بتاع الكبد؟ حاجه بسيطه يعني. يعني ايه بسيطه؟ يعني اقل من 5 ولا اكتر من 5؟ لا هي ممكن تكون 5 تقريبا، حاجه زي كده. وما بتزيدش. هو اكد لها ان دي وحمه وقال لها ناس كتير موجوده ايوه ناس كتير، بس احنا لازم نتابع نباشر على طول. بالظبط يعني. لازم تتابعي، لان برضو الوحمه ليها خصائص معينه في الاشعه المقطعيه، والورم اللي بيتبعت من حته تانية اللي قلنا عليه ثانوي ليه خصائص تانية في الاشعه، فلازم الاشعه تتابع ومش مره واحده، كل شويه، كل مثلا 6 شهور تبقى تشوفيها. ده هو لسه المرض جديد عليها يعني، احنا اول اشعه نعملها متابعه 6 شهور. تمام كده، كل 6 شهور تعملي الاشعه تشوف بتزيد ولا لا، وتشوف في بقره تانية طلعت ولا لا، لو بقره تانية طلعت ما تبقاش وحمه. ماشي. لا الحمد لله هو لغايه دلوقتي. طيب. وحمه يعني الحمد لله. وما بتخسش في الوزن؟ نعم. ما بتخسش؟ لا لا ما بتخسش. طب يبقى احتمال كبير ان شاء الله تبقى وحمه، بس اهم حاجه تتابعي عشان ما تكونش ثانويات من العين، ما تكونش العين بعتت ليها ثانويات. ماشي. بشكرك ام بسنت لاتصالك. معانا مدام بسمه. الو. الو اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحتي، انا كنت بكلم الدكتور من شويه على حاله والدتي اللي هي تليف في الكبد وعندها 65 سنه. ايوه. اهلا. ايوه بسمه. ايوه اتفضلي. معلش، هي دلوقتي لا انا من 8 شهور بتابعها، من 8 شهور. تمام. وبتاخد العلاج منتظمه. تمام. بس هو دلوقتي في عندها كحه شديده ليها اكتر من شهرين. كحه؟ وعندها كحه. ربنا يستر. كحه شديده. كورونا بقى يا دكتور.
لا اه كان ماشي كملي وبعدين. عنديها كحه شديده ليها حوالي شهرين. اه يعني لو قلت اوديها لدكتور، هي عندها حساسيه موسميه في صدرها. ايه؟ لا سؤال حضرتك، سؤال حضرتك ايه الجديد في كلامك يا سؤال حضرتك يا مدام بسمه؟ يا بسمه تحديدا سؤال حضرتك. سؤال حضرتي دلوقتي الكحه، الكحه هي عندها مش راضيه تمشي. انا مش بتاع كحه يا بسمه. يعني كحة شديدة، يعني الكحه دي حضرتك انا المفروض اوديها لصدر ولا ايه؟ اه طبعا توديها للدكتور صدريه، دكتور باطني او صدريه. ايوه بالظبط اليومين دول يا بسمه. يعني بشكرك لاتصالك، بشكرك لاتصالك مدام بسمه، بشكرك يا فندم. احنا معانا فيديو دكتور اشرف، بس قبل الفيديو احنا كنا برضو عايزين نعرف التدخل كله بيبقى جراحي؟ لا لا لا، ولا مثلا بيبقى فيه مثلا علاج كيماوي، علاج بديل؟ وبعدين برضو عايزين نعرف دور المنظار التشخيصي يا دكتور، يعني هل ممكن استأصل الورم بالمنظار؟ طيب هو دور المنظار التشخيصي ده يبقى في، ما احنا رجعنا تاني لموضوع التشخيص. التشخيص طبعا حاجات كتيرة قوي، بس سؤالك الاساسي بتاع لازم جراحة، المريض اللي يتقال له جراح ده يفرح ليه؟ معناها انه لسه بدري، ومعناها ان احنا قدرتنا على التعامل معاه اقوى. لكن المريض اللي قلت له معلش انا اسف لا هعمل لك لا تردد حراري ولا جراحه، ده مريض فلت من ايديا. العلاجات الباقيه علاجات بيسموها بالياتيف، يعني ايه؟ يعني كلش ان كان كده. لكن العلاج الجذري هو الجراحه والتردد الحراري وابن عمه الميكروويف. فده اللي نقول له جراحه ده يفرح ما يزعلش، لان معناها انه لسه في البدايه، ومعناها يعني ناس كتير بقى عندها المقوله دي خاطئه. لا طبعا تقول لها جراحه يزعل. دلوقتي تتخض ما طبعا كلمه اي واحد بيسمع يعني لا هو يتهز. عايز ياخد برشام وخلاص يعني. لا اللي بياخد برشام هنا بقى ده اخر مرحله البرشام. ده يعني في قبل منه مثلا كيمياء ومش عارف ايه. اللي بياخد برشام ده بيسموه سفرانيب، ده اللي مش قادرين نعمل له حاجه. لكن اللي بيبقوا في مرحله متاخره، المرحله اللي في الاولانيه خالص ورم صغير ومش منتشر وحاله المريض كويسه قوي وحاله الكبد كويسه قوي، ده بنعمل له جراحه او تردد حراري، وده علاج جذري، يعني العيان بيصحى ان شاء الله تعالى، بصرف النظر ان في احتماليه يرجع في حته تانية ولا دي قصه تانية. لكن الورم اللي جايين بيه عشان يصحى منه يصحى ان شاء الله تعالى. لكن المريض اللي في مراحل اللي بعد كده بنشوف له علاجات تانية مش جذريه. طيب ناخد هنقولها بس بعد ما ناخد الهام معانا. الو من بني سويف. الو لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بعد اذنك يا دكتور اشرف، كان من سنه كده يعني شهر واحد برضو اللي فات، اللي هو مش السنه دي، السنه اللي فاتت، جالي جرثومه المعده. وبعد كده خدت علاج وتعالجت تمام. وبعد كده برضو لاقيه برضو الوجع عند منطقه السره، ومن جنبين كده جنب السره كده بالظبط في وجع. فجيت رحت عملت تحاليل واشعاعات على الكبد وعلى وظائف الكلى وكله، قالوا لي مفيش حاجه. اجي برضو اخوي كتبوا لي على علاج كتيره برضو في وجع. دلوقتي بقى باخد العلاج، يعني ما بقاش باخد علاج، بس اكل اللقمه ما بكملش حاجه، يعني نص ساعه او ساعه بكتير، واخش الحمام لازم يبقى فيه براس. في ايه؟ جسمي في النازل. يبقى في ايه؟ براس. لازم يعني اكل، يعني مثلا فطرت او اتغديت اللقمه بحس ان مفيش هضم في المعده، وفي وجع جنب منطقه السره كده في السره ومنطقتها كده من الجنبين. تمام. فقالوا لي قولون، خدت علاجات قولون كتيره جدا. جيت دلوقتي بقى طبعا ايه، طبعا الفتره اللي انا اتعالجت فيها في الجرثومه وبعديها لقيت نفسي كنت 68 نزلت بقيت 59. دلوقتي بقى ثبت على كده، وعندي فعلا موضوع الصفرة اللي حضرتك بتقولي عليه ده دلوقتي. صفرة؟ وغير عندك كام سنة؟ عندك كام سنة يا إلهام؟ 33. صغير ماشي اوكي. المشكلة بقى عندي دلوقتي في وجع جنب السرة، وإن أنا آكل اللقمة يعني إيه ما بتقعدش في المعدة، ما بتتهضمش، بتنزل براس معايا على طول. ماشي. طيب وفي صفرة فعلا في ايديا، يعني بحس ان ايديا فعلا فيها صفرة جامدة نسبتها دلوقتي، يعني انا شايفاها وكنت بقول للدكتور عنها كان بيقول لي انيميا. طيب بصي، الصفرة ما بتجيش في الايد يا الهام، الصفرة بتيجي في بياض العين، والجسم كله يبقى اصفر مش في ايد بس. ماشي. طب بالله عليك يا دكتور، انا طب ايديا دي كده يعني الاصفر ده يبقى شفيع السكينة في الكبد؟ لان انا دلوقتي كده برضو بقالي 15 يوم في وجع بسيط في جنب الشمال بيروح وبيجي. في جنبك الشمال؟ لا دي قصه ثانيه. طيب واحده واحده بس، انت كان عندك فضل. كان عندك ميكروب في المعده اللي بيسموه اتش بايلوري، كويس؟ أيوة. خدت له علاج؟ أيوة. ايه خدت له علاج؟ خدت علاجات كتيره، بس اروح
وعملت تحليل بقى سلبي مظبوط؟ عملت التحاليل قالوا لي لا خلاص كده ما عندكيش. حلو قوي. نمره واحد احتمال يكون الميكروب ده رجع تاني، نسبه رجوعه عاليه، فدي الاحتمال الاول. يعني ليه بطنك بتوجعك؟ وانا بتعالج وبيدوني في التحاليل كان فيها الوجع عند السره. ماشي اوكي، الوجع عند السره وفم المعده فوق، ما ده مكان المعده فوق مظبوط؟ من الجنبين بالظبط. يبقى نحط الاحتمال الاول يكون الميكروب ده رجع، لان نسبه رجوعه عاليه حتى بعد العلاج الثلاثي اللي طلع مؤخرا ده. دي نمره واحد. نمره اتنين بتقولي الخسسان، في خسسان جسمك نزل. الاشعه التلفزيونيه قالت، الاشعه التلفزيونيه قالت ان انت مفيش حاجه عندك. قالوا لي مفيش حاجه، مفيش اي حاجه. قالوا لي اعملي بقى منظار عشان اشوف ايه سبب الخسسان. مطلوب تعملي منظار. نحط احتمال تاني يكون القولون، احتمال تالت تكون المراره، طالما انت عماله مفيش لقمه بتنزل بتهضم كويس وفي عسر في الهضم وكده، نحط القولون احتمال ونحط المراره احتمال. طيب في وجع في ظهرك؟ عند اسفل الظهر خالص كده، يعني يا دوبك يجي لي الوجع واخش الحمام. اسفل الظهر خالص ده ممكن يبقى نسا، لكن لو فوق شويه ممكن نحط احتمال تبعنا احنا يكون بنكرياس. معقول لحضرتك هي عند الظهر كده عند اخر السلسله بالظبط؟ عند اخرها تحت خالص ولا يعني ولا فوق شويه؟ فوق في نص الظهر كده. مش في نص الظهر، من فوق يعني لتحت كده، من بعد الظهر يعني من تحت خالص كده لفوق كده شويه. طيب انت محتاجه مجموعه تحاليل، ممكن تتصل بالبرنامج بعد ما نخلص ان شاء الله تعالى، املها لهم تتصل بيهم اقول لك التحاليل المطلوبه ايه. حضرتك اتصلي بينا، حضرتك اتصلي بينا مدام الهام من بني سويف، اتصلي بينا بعد الحلقه وهنوصل حضرتك بدكتور اشرف، ودكتور اشرف ارقامه على الشاشه تقدري تتواصلي معاه. بلدياتي فضروري. بلديات حضرتك؟ لا ضروري يا فندم. اوكي. دكتور اشرف، المنظار التشخيصي، احنا كنا بنتكلم عن المنظار التشخيصي، كنا بنتكلم عن اوبتين العلاج والبدائل بتاعته ايه والمنظار التشخيصي. يعني احنا نقدر ممكن ناخد عينه من بالمنظار؟ بصي موضوع العينه، عينه من الورم. اوكي، العينه ده زي ما قلت لك ضروري ضروري في اي ورم في جسم البني ادم بيتعامل معاه، عشان قبل ما اخش العمليه متاكد ان ده ورم خبيث ومحتاج استئصال، ولا تبقى كارثه ان انا اشيل عضو ملوش لازمه. بتحصل كتير في الثدي، النتيجه تبقى يعني بتحصل مش مظبوطه وثدي يتشال بدون داعي. ماشي، لكن في الكبد ما بنلجاش للعينه، اخر حاجه بنلجا لها العينه. ما بنفشل في كل الفحوصات اللي قبل كده وما بتشاورش على حاجه بصوره يقينيه، زي ما قلت لك اشعه مقطعيه ليها كاركترز معينه بتقول ان ده ورم. ما كانش بنعمل حاجه اسمها ام ار اي او رنين مغناطيسي حركي، دايناميك ام ار اي، ما كانش بنلجا للايه؟ للعينه. لكن مش بالسهل في الكبد نقول عينه مش محتاجينه وليه مشاكل في الكبد عن بقيه الاعضاء التانية، دي حاجه. اما بالنسبه للوظائف اللي بتاع المنظار ايه؟ نمره واحد بيكشف لي البطن كلها قبل العينه، ما فتحتوش لسه وعلى البر، ما دخلتوش العمليات وفتحته ولقيت نفسي في مشكله رحت قافله تاني، وهو جوه بشوف البطن كلها استكشفها، هل منتشر بره البطن؟ ما افتحوش. ماشي، دي نمره واحد. نمره اتنين ممكن ادخل سونار من جوه المنظار واشوف الكبد علاقته ايه بالاورده والورم علاقته ايه بالاورده. كل مريض يستحمل عمليه استئصال الورم مع عشان كده الكبد؟ ما هو ده ليه علاقه بالسؤال اللي احنا بنقوله، ان المنظار ده بجربه كمان في العيان مش عايز اعرضه لعمليه كبيره او فتح وقفل على الفاضي. مش كل العيانين يستحملوا، مش كلهم. ده مريض كبد اصلا الكبد منوط بيه انه يخرج لي الأدوية والغازات بتاع التخدير اللي خدها. طب هو تعبان أصلا فالغازات دي تتعبه، وبعدين المشرط والجراحة ده عبء على الكبد زيادة طبعا، فعايز أجنبه العملية على قد ما أقدر. طب احنا معانا ضغط مداخلات كتير، بس ماشي. هناخد الفيديو أستاذ حمدي، هناخد الفيديو وبعد كده هناخد أفضل مداخلات الأول. طب طيب أوكي. اتفضل أستاذ حمدي، اتفضل. بسرعه كده، ده البقره البيضه دي في الكبد اللي لونه احمر ده، واللي طالع عمودي ده اللي أورطة وطالع منه الشريان اللي بيغذي الكبد. هنشوف دلوقتي حاجه اسمها الحقن الكيماوي، هيخش دلوقتي من الشريان الفخذي ويفضل طالع لغايه يطلع في الأورطة لغايه اما يوصل للشريان اللي داخل على الكبد ويحقن فيه ماده كيماويه. والفيديو شغال ولا واقف ولا ايه؟ اوكي. معانا ام هاشم، نقول الو. الو، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. ده ابو هاشم مش ام هاشم. الو.
اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو، ايوه معاك يا سماحه. اتفضلي. اهلا بيكي ام هاشم، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. احنا معانا ضغط تليفونات رهيب. هكلم الدكتور اشرف. دكتور اشرف مع حضرتك. فضل. سؤال حضرتك سريعا يا فندم. يا دكتور، انا يعني من حوالي كده سنه يعني بوضع يعني طلع عندي فيروس كده. اكتشفت فيروس من سنه؟ ايوه. سؤال حضرتك يا فندم ام هاشم، سؤال حضرتك. ايوه دكتور، طلع عندي فيروس يعني، وكان ده يعني لحد ما. طيب الاتصال اتقطع. احنا كنا بنتكلم يا دكتور، هل كل مريض يستحمل لا 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 لا. عمليه استئصال ورم بالكبد وزرع الكبد، ولا بيبقى مترتب مثلا على السن على حالته؟ لا سن ما مش متقيدين بسن، بنتكلم على استئصال مش الزرع. الزرع لغايه 60 65 بنتوقف، لكن استئصال الورم ما عندناش سن. لكن طبعا قبل المريض ما بيخش اوضه العمليات احنا بنفليه زي ما بيكون شايفين جسمه جوه بمرايه، شايفين وظائف الكبد ايه ووظائف الرئة والكبد والرئة ايه والقلب ايه، ومهم قوي وظائف الكبد ايه، الكبد شغال كويس ولا، وبنقسمه ثلاثة كاتيجوري. بقى يا دكتور تحاليل واشاعات. فبنخش وبنضطر احيانا كمان نعمل مسح ذري لو احنا عايزين نطمن ان الكبد ما بعتش الحاجه بره. مسح الذري ده بيكتشف الورم في اي حته بره. ماشي. ودي في الكبد مش كتير ان يبعت بره، لان العيان بيتعب قبلها بكتير قبل يعني ما يبعت لبره. غالبا بنشوف حالات قليله قوي الكبد يبعت لبره. تمام. انا طبعا عارفه ان التخصص ده فريد من نوعه زي ما قلت، ومن التخصصات النادره في مصر، ويعني وعددها قليل قوي. واحنا بوعدكم ان شاء الله في حلقات تاني كتير لدكتور اشرف هيكون معانا باذن الله. معانا مريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه دكتور، معايا دكتور. تعالي اتفضلي. اتفضلي يا مريم، سؤال حضرتك يا فندم. يا دكتور انا عندي جرثومه لها سنتين معايا، بتعب منها كل فتره وفتره. تمام. يعني لما اكل ممكن لحمه اكل حاجه تتعبني. تمام. يعني مهما عملت رحت كذا دكتور نفس العلاج ما بيسمعش حاجه. تمام. ايه السبب يا دكتور؟ طيب خلاص. طيب. كده خلاص؟ خلاص كده. ده سؤال حضرتك يا استاذه مريم؟ نفسي افهم يعني ازاي، يعني اللحمه هي اللي بتتعب المعده ولا الشطه ولا ايه؟ لا لا مش لا. لا بص يا مريم، اولا مش كل العلاج بتاع الاتش بايلوري دي اللي هي الجرثومه الحلزونيه بتاع المعده بيجيب نتيجه، دي نمره واحد. نمره اتنين، ناس كتير من اللي بتاخد علاج ده بيرتد عليهم مرض بعد فتره. فدي محتاجه متابعه مع الدكتور لغايه ما تنتهي منه ان شاء الله باذن الله. دي نمره واحد. نمره اتنين، اذا كان التعب اللي بتقولي ما وضحتليش، تعب فم المعده ولا على الجنب اليمين وبتاع، قد يكون في سبب تاني غير شهير قوي قوي الناس اللي بتشكي من فم المعده ده، يكون سببها اصلا مراره. وانت عماله عملت اشعه تلفزيونيه ولا لا؟ ما عرفتش. لو عملت اشعه تلفزيونيه وقالت المراره سليمه، وقالت المراره سليمه، نستبعد السبب بتاع المراره. ماشي. في اسباب تانية كتير، يعني قد يكون في التهاب في المعده سببه مش الاتش بايلوري. بالكشف والمتابعه بقى يا دكتور، يعني ما ينفعش الواحد ياخد كلام مرسل، لا انا اكشف واعمل تشيك. لو استمر معاكي يا مريم محتاجين منظار عند دكتور بتاع البطن. شكرا مريم. ناخد استاذ شريف، نقول الو. الو، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. دكتور اشرف الخولي مع حضرتك. كنت حابب اسال الدكتور اشرف، عندي دهون على الكبد. دهون؟ ايوه يا فندم. تمام. مش عارف اعمل ايه؟ ما قلنا في اول حلقه، انت ما حضرتش اول حلقه، في واحد اول حلقه كان عنده دهون قلنا له. السؤال ده طبعا منوط بالدكتور بتاع البطن، بس هجاوبك كده من سمعنا الاساتذه بتاع البطن زملاتنا يعني. تقلل الدهون، قلنا الدهون موجوده في المسبك، قلنا الدهون موجوده في الالبان، قلنا الدهون موجوده في الجبن، قلنا في المسبك، في اللحمه الضاني، في الزيوت ما عدا زيت الزيتون، الحاجات دي تقل منها يا استاذ شريف. الحاجه الثانيه، تحاول تحرك جسمك، تلعب رياضه، تمشي كل يوم نص ساعه او يوم بعد يوم نص ساعه. واخد بالك؟ وتراجع الدكتور بتاعك يكتب لك علاجات للدهون اللي على الكبد تدوبها. احنا معانا سلايد، يا ريت نعرض السلايد اللي معانا.
امتى اقول يا دكتور ان المريض ده محتاج استئصال او زرع كبد؟ بس بعد السلايد ماشي. انت بتقولي لي هو ايه كل الناس بتحتاج جراحه؟ لا مش كل دينا، شفنا اهو مكتوب على السلايد علاج جراحي، وبعد كده مكتوب علاج موضعي، وبعد كده مكتوب علاجات تحت البحث. العلاج الجراحي يا اما استئصال يا اما زراعه، وانت لسه قايله الكلام ده. ماشي، ده ليه شروط وده ليه شروط، وليه تحضيرات وده ليه تحضيرات. ماشي، بعد كده بعد كده العلاج الموضعي، العلاج بالتردد موجات التردد اللي هي الار اف التردد الحراري اللي انا عرضت الفيديو بتاعه من شويه. تمام، بعدي حقن الكحول، ده قل شويه على مستوى العالم، وده ليه حجم معين اللي هو الورم اللي اقل من 2 سم، ده بيجيب فيه نتيجه لو انه قل شويه على مستوى العالم. وليه بعض المزايا وليه بعض العيوب. العيوب انه بيرجع بنسبه كبيره، والمزايا ان اقدر استخدمه في الاورام اللي جنبها شريان او جنبها وريد، في حين ان الموجات التردديه اللي هي التردد الحراري ما اقدرش، لو عدي جنبها شريان او وريد ما اقدرش استخدمها، ولو حجمه اكبر من 3.5 4 سم ما اقدرش استخدمه موجات التردد الحراري. بعد كده الكي بالورم بالتبريد، يعني مش مستخدم كتير قوي، بيسموه كراي سيرجي. ماشي، العلاج اللي بعد كده علاج كيماوي عن طريق الثرى الشريانيه، اللي الفيديو اللي عرضته من شويه بس هو ما عرضوش للاخر، بتخش شريان قسطره شريانيه من الشريان الفخذي، ويفضل ماشي الدكتور يعمل نيجوشيشن او مواربه لغايه ما يوصل للشريان اللي عند اللي داخل الكبد، ويوصل للشريان اللي داخل الورم بس، عشان ما ياثرش على بقايا الخلايا الكبديه، ويروح حقن فيه ماده كيميائيه، وهو خارج بيحقن ماده تسد الشريان كمان اللي ايه اللي مدخله الدم للورم عشان ايه يقل. العلاج بيتحدد ازاي يا دكتور؟ يعني كل عيان بتفصل له علاجه خاصه هو، العيان على حسب قلنا ثلاث معايير مهمه، الحاله العامه للعيان يستحمل عمليه ولا لا، ولا ممكن كفايه عليه تردد حراري، هل حاله الكبد تستحمل جراحه ولا ما تستحملش، وفي انهي مرحله، في مراحل متاخره ما ينفعش فيها لا التردد الحراري ولا الجراحه، ينفع فيها كيماوي، وفي حالات ما ينفعش فيها الكيماوي، زي مثلا جلطه في الوريد البابي الرئيسي، الناس بتوع الاشعه يقول لك لو جلطه في الوريد البابي جاي في فرع من الفرعين الرئيسيين يجوز ان استخدمه، لكن في الرئيسي ناس كتير ما بت، فحاله الكبد مهمه جدا، وحاله الاورده بتاعتها والحاجات دي. الحاجه الثالثه حاله الورم، نوعه عدده حجمه، كل الحاجات دي، كل واحد من دي لها بدائل متعدده، فبوفق كل واحد بتباديله توفيق بقى، العين ده ينفع له كذا على حسب نوع على حسب العلاج اللي بيحتاجه. بالظبط، يعني العين ده ينفع مش له جراحه، مش كل مريض لا مش بيبقى استنبط نفس العلاج، لا لا مش كل استنبط مريض هعمل تدخل جراحي، بالزبط، مش كل مريض كيماوي. بالظبط. طب يا دكتور احنا عايزين نصيحه اخيره كده، عايزين روشته طبيه من حضرتك. اقول لك العيان المريض اللي عنده فيروس سي او بي يتابع نفسه عند الدكتور كل 3 شهور، الدكتور بيكتب له الأشعة التلفزيونية والدلالات الأورام، يشوف فيه ورم ولا لا، ده أهم حاجة، المتابعة الدورية كل 3 شهور بالسونار وبالدلالات الأورام. بشكرك. احنا للأسف وقتنا خلص ومعنا ضغط تليفونات كتير، فعايزين وعد من حضرتك إن شاء الله احتمال الحلقة الجاية تبقى برضو عن اللي فاتوا والسؤال الدور ده، ممكن الدور الجاي ان شاء الله برضو هيبقى نخليه برضو على خلاص ان شاء الله يا دكتور. بشكرك دكتور اشرف الخولي، استشاري جراحه الكبد والمراره والبنكرياس بالمعهد القومي للكبد بالقاهره. بشكركم متابعينا ومشاهدينا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقات جديده وطبيب اونلاين.